انتصار الاول تندفع في اندفاعه قويه باحثه عن انتصارها الاول على مسافه السرعه مسافه ال 1200 متر. الاندفاعه تبدا متخرجه تبدا هذه الانطلاقه في المسار الداخلي متخرجه برفقه تيارا التي تبدا في المرتبه الثانيه برفقه سافيرا ايضا في من الخارج. هنا التقدم لتيارا التي تبدا الانطلاقه الان بمحمد الحبيل في الصداره في المركز الاول في الصداره. توسع الان الفارق بهذه الصوره في الصداره في المركز الاول تيارا صاحبه الصداره المطارده من دريم بيز في المرتبه الثانيه وكذلك ملاحقه من قبل بقيه الاسماء كذلك من زافيرا التي تاتي المركز الثالث كذلك تصدي المركز الرابع مع قدوم لكالم يونيفيرس في المرتبه الخامسه وكذلك شموع الماضي. هنا ال 400 متر الفاصله لازالت الصداره لصالح تيارا في الصداره في المرتبه الاولى. توسع الفارق مع محاولات قدوم الان تصدي الان من الخارج للقدوم من الاسماء التي لا حضور في هذه المواجهه. لا زالت تيارا صاحبة صدارة المرتبة الأولى مع ملاحقة من قبل كذلك زافيرا وكذلك دخول جمع الماضي أيضا من المسار الداخلي. ال 100 متر الفاصلة لا زالت تيارا تحافظ تيارا 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 تطير بهذا الشوط مشاهدينا الكرام وتحقق المبتغى. ألف ألف مبروك لمالك تيارا اسطبل الديحاني والمدرب ثامر الديحاني والقيادة المتميزة محمد الحبيل.